لو شعرك مجعد ولو شعرك مقصف، لو شعرك هايش ومفيش عندك اي حاجة تعالجه، بتستخدمي زيوت كتير وبتستخدمي وصفات كتير ما بتجيبش معاكي نتيجة، يبقى لازم تشوف الفيديو ده، لان الفيديو ده ان شاء الله بيعالج كل مشاكل الشعر اللي انا ذكرتها. حط لايك للفيديو ويلا بينا نبتدي الوصفة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اسعد الله صباحكم بكل خير. اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. النهاردة ان شاء الله جايين معاكم بوصفة جميلة جدا للناس اللي شعرها مجعد، اكرط، هايش، مقصف، الناس اللي عندها مشاكل وخيمة جدا في شعرها. من اول استعمال ان شاء الله يكون شعرها حرير، لو داومت على الوصفة شعرها بتتخلص من كل المشاكل اللي انا ذكرتها معاكم. ولكن عزيزي المشاهد، قبل ما ابتدي بالفيديو، لو اول مره بتزوروا القناه فضلا وليس امرا، قم بالضغط والاشتراك وتفعيل علامه الجرس ليصلك كل جديد، لايك وشير للفيديو اذا عجبك. معانا النهارده المكون الاساسي هو المايونيز، معلقه كبيره من المايونيز، مايونيز الاكل عشان الناس اللي بتسال، هو مايونيز الاكل. تاني مكون معانا هو زيت الزيتون، وانا هحاول كده برغم ان الملعقة متبهدلة، بس برضو هحاول ان انا اخد المعلقة كبيرة برضو. وهنقلب المكونات قبل ما نضيف المكون التالت معانا. احنا عايزين نحصل على قوام، مش ان يكون الوصفة كده مفتلة او كل عرق لوحده، لا، عايزينها تبقى مظبوطة مع بعضها. تمام. المكون التالت معانا هو زيت جوز الهند المخصص للشعر، لان في زيت جوز هند للبشرة، معلقة كمان كبيرة، ريحة جوز الهند رهيبة. وهندوب المكونات كلها مع بعض كويس جدا. ايوة، انا عايزة القوام ده، قوام الكريمي ده. اول حاجة او طريقة الاستخدام ازاي، لازم شعرك يكون نضيف مفيش عليه اي زيوت او اي دهون. تمام. بتاخدي الخليط توزعي من الجذور حتى الاطراف، بس طبعا لو شعرك تقيل او كثيف بتزودي الكمية. بتسيبيه على شعرك لمدة ساعتين، بعد الساعتين بتغسلي شعرك عادي بالمية الفاترة وبالشامبو، بيتزل المايونيز متقلقوش تماما خالص. من اول استعمال بتلاقي شعرك حرير كده، بمجرد ما بتغسلي شعرك بتلاقي التجاعيد والهيشان والتقصف وانه اكرط وشادد وناشف، كل ده بيختفي تماما تماما من اول مره انت بتستعمليها معانا. بتعمليه مرتين في الاسبوع وبتستمر عليه لحد ما توصلي للنتيجه اللي ترضيكي. وقت ما حسيت ان انت راضيه وقفي الماسك وما تعملهوش. فيديو مهم جدا ومفيد جدا، خاصة للناس اللي هي بتعاني من الشعر المجعد. يا رب اكون قدرت افيدكم، ولو بجزء بسيط. متابعينا الكرام، دمتم في حفظ الرحمن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.